السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهاردة عند مملكة مول كسر أسعار اللوكسيات. أي حاجة هتشوفوها النهاردة في الفيديو هيكون سعرها 150 جنيه وبس. معانا حاجات كان سعرها 180 و200 و220 نازلة معانا ل 150 جنيه وبس. معانا بيجامات 3 قطع وقطعتين كوكو وماركات تانية كتير. معانا عبايات مقاسات عادية ومقاسات خاصة شغل العرايس. هتلاقوا حاجات هناك كنوز بجد. العنوان بالتفصيل بتصور آخر الفيديو لينك التليجرام أول تعليق. بس قبل ما أبدأ لايك وشير ونبدأ الجولة على بركة الله. ازيكم يا احلى متابعين، يوم جديد وعرض جديد. احنا النهارده عند مملكه مول، كل ده كسر اسعار لوكسيات. معانا اشكال كتير. ازيك يا زكريا؟ مستخبي ورا العبايه ليه؟ نعم مستخبي ورا العبايه ليه؟ معلوم مفاجاه حلوه كده. بصوا الشياكه دي هتبقى بكام يا زكريا؟ نعم دي هتبقى بكام؟ 150 بدل 210 يا باشا. دي هتبقى ب 150 بدل 210. النهارده معانا خصم 50 و60 جنيه على القطعه. تمام، بس عايز اقول لكم دي قطيفه زبده، قطيفه قطيفه يعني. حلو قوي. الحاجات دي مكسرة مقاسات وبرده صح والوان. حلو قوي. دي اللارج يا جماعة. تمام قلنا 150 150 بدل 210. تمام. بصوا معانا حاجة زي كده برضو، دي قطيفة. بصوا انا عمال ارجع لكم عشان تشوفوا. 150 بس. دي هتبقى ب 150 جنيه. دي قطيفة يا جماعة، دي تلبيس 3 اكس. حلو قوي قوي، والخامة بتاعتها تحفة. ودي هتبقى ب 150 جنيه. تمام، يعني في الحاجات دي مقاسات خاصة وفي مقاسات عادية بيجامات وعبايات. تمام بصوا حاجات زي كده، يعني ممكن يلاقوا ألوان برضو منها صح؟ ممكن يلاقوا ألوان منها. تمام معانا إيه تاني؟ تمام كل دي عبايات لوكسيات يا جماعة كسر أسعار. اللي عارف المول هنا ما بيشتغلش غير في اللوكس بس يا جماعة. بصوا حاجة زي كده برضو حلو قوي. دي عامله كام دي برضه؟ 150 جنيه. كل دي زبده، هي واخده قصر من فوق كده، شكلها حلو قوي. تمام والخامه عايز اقول لكم بقى حاجه محترمه قوي، يعني دي بره وجوه كمان. بصوا طبطين جوه وبره. تمام تمام. في حاجه زي كده برضه، حاجه زي دي برضه اهي. تمام بس دي مقاسها صغير، ممكن تلاقوا منها مقاسات وممكن لا. دي لحد 2 اكس لحد 3 لحد 3 اكس قطيفه. عامله كام دي؟ دي عامله 150. النهارده احنا عاملين عرض 150 150 جنيه عبايه قطيفه لحد 3 اكس. تمام حلو قوي. خش على الحته الثانيه دي. بصوا دي برده 150 جنيه، تعتبر مقاربه ليها بس الموديل مختلف. حلو قوي دي برده لحد 3 اكس 150. تمام تسلم ايدك. عبايه تونيك بنطلون. لا ده الشيكه دي بقى يا زكريا، دي الجمال ده. دي معديه، دي كانت عامله 300 جنيه. دي كانت ب 300 جنيه. النهارده 150. لا بصوا كده معانا. لا استنى ارفعها لنا بس يا زكريا كده دقيقه. دي بنطلون تونيك. دي بنطلون معاها. بصوا الجمال ده. بص هي بتونيك كده زي نفس الصوره دي. دي كانت ب 300 يا زكريا، ارفعها لنا بقى كده. بصوا العبايه دي اهي تونيك بنطلون، بدل 300 جنيه هتبقى ب 150 جنيه. مقاسات برضو مكسره صح؟ اه يا باشا مقاسات. مقاسات والوان. تمام. في ايه تاني معانا؟ عايز اقول لكم تحفه وفاتحه من تحت، حاجه شياكه كده. بصوا دي برضو البوستر بتاع لحد 3 اكس يا جماعه. تمام. عايز اقول لكم رقيقه قوي دي، شغلها سيمبل خالص. ايه الجمال ده؟ بصوا العبايه دي هتبقى ب 150 جنيه لوكسيات. لوكسيات بصوا الشغل الجبير اللي عليها اللي بيلمع من هنا حلو قوي، ومن فوق كمان حلوه جدا. دي برضه هتبقى ب 150 جنيه. الوانها موجوده. تمام. بص ده حاجه، ده لون تاني منها صح ولا لا؟ ده موديل مختلف. ايه الجمال ده؟ ده اللي هو نظام مغربي كده. حلوه جدا. كام اكس دي يا زكريا؟ وريني كده. 2 اكس. دي 2؟ اه يا باشا. ده 3 كمان. 3 دي اكس. اه دي 3 مكتوب 3 يا زكريا، ارفعها لنا كده. اه يا باشا مكتوب عليها 3. عامله كام دي؟ قلنا 150 جنيه. 150 جنيه تحفه. ايوه بصوا قطيفه بره وجوه ب 150. سوري 150 جنيه بس. تمام 150. تسلم ايدك. ماشي يا زكريا. تمام. بص البوستر بتاعها اهو يا باشا، الوان برده ممكن تلاقوا الوان منها برده. تمام. في ايه تاني معانا؟ معانا برضو البولر بتاعت محمد دسوق. عايز اقول لك شياكه قوي قوي، شكلها حلو قوي، مديال السبورت شويه بره وجوه تحفه، عامله زي الجوخ من جوه. ودي برضو هتبقى ب 150 جنيه. كل ده 150 يا حبايبي. ايه الجمال ده يا زكريا؟ مين اتكلم؟ ايه الشياكه دي؟ بصوا حاجه زي كده
حلو قوي قوي وشغل من فوق زي ما انتم شايفين. ورينا الكم كده يا زكريا، قرب لنا. بص قرب كده، بصوا الشياكه والجمال ده. حاجات لوكسيات يا جماعه ببلاش النهارده ب 150 جنيه لوكس. تمام، مقاسه ده يلبس زي 2 اكس 3 اكس. حلو قوي. تمام، ده كان 250 جنيه ممثل نازل كله النهارده. حلو قوي. مملكه بتضحي، مملكه مول بتضحي. معانا حاجة زي كده، دي عباية. دي عباية يا باشا. ايه الجمال ده؟ ايه الشياكة دي؟ قرب لنا كده، عايز اقول لكم اللي يلحق النهاردة بجد والله العظيم. دي عباية زي كده ب 150 جنيه لوكسيات تحفة جوه وبره زي ما انتم شايفين. 150 جنيه حلو قوي. تمام، النهاردة عرض جامد جدا النهاردة من عند مملكة. النهاردة يا باشا بصوا ادي شكلها كمان في اللبس حلو قوي. ده الربيع يا جماعة، الربيع حاجته حلوة جدا، والعباية نفسها فيها لمعة زي ما انتم شايفين كده. بص يا باشا، حاجه زي كده، بصوا حبايه زي كده برضو حلوه جدا جدا، وعليها طبقه زي روب كده. ايوه، وده قطيفه برضو، والوان متاحه منها. انا شفت دي منها الوان برضو 150 كل ده. بص شكلها في اللبس كمان 150 جنيه. تمام، يا بخت اللاتيكو هتقف مع زكريا كده وشكلها يا خرابي. معانا حاجه زي كده برضو حلوه قوي. دي انا عايز اقول لك ترفع لي بس البنطلون مع الجاكيت يا زكريا. بصوا هي في اللبس اهي، وارفعها لنا معلش كده. بصوا حلو قوي. دي حاجات لوكسيات يا جماعه، مقاسه برده عرايس، ودي برده هتبقى ب 150 جنيه. 150 جنيه. تمام، ترنجات النهارده وعبايات ببلاش بجد. بصوا معانا حاجه زي كده برده قمر كده. تمام، ده معاه الفوتوير بتاع دينا. الفوتوير كده، وارفع لنا كده انت الجاكيت ده. ده بوت مش فوتوير يا جماعه، ده بوت كامل مبطن من جوه زي ما انتم شايفين. ارفع لنا البنطلون كده. دي ميلتون، ده دي كوكو صح؟ نعم، الخامه دي كوكو صح؟ اه، الخامه بتاعتهم معروفه. حاجه زي كده كوكو ب 150 جنيه ثلاث قطع. حلو قوي قوي. كان ب 270 بقى ب 150 يا جماعه اللي يلحق. كل ده براند كوكو اللي احنا شغالين فيه ده. بص ادي البنطلون بتاعها، انا عايزك ترفع لنا زي ما اتعودنا البنطلون مع الجاكيت كده. بصوا الجمال ده، ده هيبقى ب 150 جنيه براند كوكو برضو. كوكو النهارده ببلاش، يعني الحاجات دي كانت ب 200 وي، فالنهارده تاخدوها ب 150 دي سعر ببلاش بجد. في ايه تاني معانا يا زكريا؟ في دفايه زي كده. الدفايه دي برضو عامله كام دي؟ 110 بس. 110 الدفايه ب 110، مقاسات عاديه بدل 190 جنيه. بدل 190 ب 110. وحاجة زي كده، كل ده يبقى ب 110 بدل 190 جنيه. حاجات لوكسيات. تمام، بصوا حاجة زي كده برضو، كل ده ب 110. 110 110 لوكس يا جماعة. تمام تمام. في عندي بقى اللي هو 4 و5 6 حاجة زي كده بتاعت أيام. تمام، دي عاملة 155 جنيه. دي 155 جنيه، دي 4 و5 و6 اكس. تمام، في اللي هي اكس لارج و2 و3. تمام، دي عاملة كام؟ 135 جنيه. 135 جنيه. كانت ب 170 جنيه. دي لحد 3 اكس ب 135 جنيه. بعد كده المقاسات البيك سايز بيختلف سعرها شوية. 155. تمام. معانا إيه تاني يا زكريا؟ حاجة زي كده. بيجامة شياكة زي كده، دي القطيفة الكوري يا جماعة. قطيفة كوري. تمام. أهلنا بقى براحتنا. ده دي ثلاث قطع. ها؟ ده البنطلون. وأدي الجاكيت بتاعها. ده البادي كمان. وادي الجاكيت الكات. انا عايز اقول لكم الجاكيت بتاع تحفه. بصوا خروج. افرد لنا الثلاث قطع بعيد عن بعض كده يا زكريا، بعيد عن واحد. ادي اول قطعه معانا، ادي اثنين، وادي الثانيه اهي، وادي الثالثه. الثلاث قطع ده عامله كام؟ 150 جنيه بس. بصوا البيجامه الشياكه القمر دي ثلاث قطع، ادي البنطلون، وادي البادي قطيفه، وادي الجاكيت ب 150 جنيه، وادي شكلها في اللبس كمان. تمام، معانا ايه ثاني يا زكريا؟ دي عباية. دي عباية هيكول كمان. بصوا اللي هي هيكول بتاعتها، بس حلوة قوي دي برضه. ده دي اللي هي الحفر الليزر يا جماعة، بس دي مقاسها صغير شوية. دي مقاس اكس لارج. دي اكس لارج، عاملة زي ما يكون عليها جاليه من فوق كده. تمام، قطيفة الإكرة. دي برضه ضمن عرض ال 150 جنيه. 150. أنا عايزة أقول لكم هتقلبوا هتلاقوا كنوز هنا في ال 150 دي. حاجات ببلاش بجد. في إيه معانا تاني؟ معانا عبايه زي كده برضو قطيفه برضو زي كده، تلبيس زي 3 اكس، ودي برضو 150. 150 جنيه القطيفه تحفه، حاجه شيكه قوي. تسلم ايدك. دي تلبيس زي 3 اكس 150. تمام،
معنا البشام برضو بولر جوه برضو. تمام بس دي محيرات ولا ايه؟ نعم محيرات ولا بناتي ولا ايه؟ لا بنات عرايس. عرايس ده سلوبيتا انا بحسبها بجامه حلوه قوي. عرايس عامله ب 150 برضو. 150 جنيه السلوبيتا دي جوه وبره طابتين زي ما انتم شايفين كده. تمام تمام تسلم ايدك. 150 ممكن يلاقوا الوان منها وممكن لا يعني حسب الحاجات دي كلها بواقي وتصفيات. تمام تمام هننهي معانا بدايه زكريا. نعم هننهي معانا بعبايه قمر زي كده. بصوا حلوه قوي قوي دي برضه هتبقى ب 150 جنيه. عايز اقول لكم القطيفه دي حاجه لوكسيات مش قطيفه اللي هي الشعبي لا لوكس. وعايز اقول لكم كمان تعبتك معايا زكريا وشكرا على الفيديو ده ان في حاجات كتير احنا ما جبناش معانا في الفيديو حاجات براند كوكو زي كده كلها سعرها 150. هحاول اوريكم بس بوسترات سريعا كده. بصوا حاجه زي كده 150. بصوا ترنجات دي برضه كل ده هيبقى ب 150. في عبايات كتير ما جبناهاش برضه كل ده الشغل ده كله هيبقى على 150 في ترنج قمر زي ده لطيفه ده تحفه قوي ده ده برضه هيبقى ب 150. افتح لنا ده يا زكريا بعد اذنك. بص ده بص الترنج ده حاجه شيكه قوي ده يعتبر سعره النهارده ببلاش عليه ال في كده مطبوعه كده حلو قوي ده ده برضه قطيفه كوري يا جماعه وده برضه هيبقى ب 150 جنيه حلو قوي زي ما قلت لكم هتقلبوا هنا هتلاقوا. بص كل الشغل اللي انتم شايفينه في حاجات 4 و5 و6 اكس يعني دي 4 اكس وعامله 150 جنيه حاجات كتير جدا جدا. دفايات الموناليزا دي سعر تاني. العرض كله هيبقى على كل الكميه اللي انتم شايفينها دي الكراتين اللي قدامكم دي. احنا النهارده كنا عند المملكه مول العنوان بالتفصيل هينزل لكم اتصور حالا وهسيب لكم لينك التليجرام اول تعليق ورقم للتواصل في العرض الفيديو. ما تنسوش لايك وشير واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان واللي عايز يوصل مول المملكه يوصله ازاي. احنا واقفين دلوقتي في شارع الجيش واللي بعمل عليه زوم ده كوبري الازهر. هننزل محطه مترو العتبه وندخل شارع الجيش وهنمشي لحد محمد حسين بتاع اليميش. هندخل الدخله اللي جنبه دي على طول اسمها دخله الشوازليه دي كمان لكل اللي حابب يروح مول القدس او محلات كتير صورنا فيها هوريها لكم معانا برده واحنا ماشيين. على اول الشارع هتلاقوا سنتر الرحمه او البوابه دي بعدها على طول زكريا عبد الموجود وهنفضل مكملين. الشارع ده هيقابلنا فيه محلات سوري كتير دخلي ولانجري ومحلات مفروشات حاجات كتير جدا جدا هنشوفها معانا وهديكم بعض علامات كمان. هنفضل مكملين كده وهيقابلنا كمان على الشمال محل قمر للكاجوال اسعاره حلوه جدا وعملنا منه جوله حلوه قوي. هنوصل لحد العماره اللي في الوش دي وهندخل من الممر اليمين اللي جنبها هيكون على اوله كمان محل كاجوال بتاع كل يوم جديد اللي هو ده. هنكمل بعد الممر كده ونفضل مكملين. الممر ده برضو فيه مكتب الحاج صلاح درغام ومكاتب تانية كتير جدا. هنفضل مكملين كده وهيقابلنا على شمالنا كمان بعد الممر اسيا كيدز عملنا منه جولة حلوة برضو. هنكمل هنلاقي القدس مول. هنكمل بعد مول القدس كمان دي البوابة التانية بتاعته حبيت اوريها لكم. هنكمل بعد مول القدس كمان زي ما انتم شايفين وهنمشي على طول مش هناخد لا يمين ولا شمال زي ما انتم شايفين هيقابلنا محلات كتير جدا في الطريق. بصوا حبايبي هنفضل ماشيين كده معاكم لحد قبل مسجد الشوازليه كده كنا قربنا خلاص من مول القدس. هو قدامه على طول كمان على الشمال محل اسمه نسر الشرق برضو دي علامه مميزه كده كنا وصلنا خلاص لمول المملكه ودي اليافطه بتاعتهم واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.